احنا موجودين جوا المراحل. هاي المرحلة الأولى والمرحلة الثانية اللي هي بكنيسة الجلد. المراحل كانوا يستعملوا خلال الفترة الصليبية بمكان ده لقبالنا، العمارة المبنى لقبالنا ده. بس بما انه دلوقتي اخذوها المسلمين بعد معركتهم مع الصليبيين وحولوها من المرحلة الأولى لمدرسة العمرية، سموها تيمنا بعمر بن الخطاب، نستعملها مرة بالسنة خلال الجمعة العظيمة. لما اجى انطونيو بارلوتسي من الفرنسيسكان بأوائل القرن العشرين، قال في سوق الحجاج يعني عاوزين يستعملوا المراحل. طب هيعملوا ايه؟ عاوزين مثلا يصلوا المرحلة الأولى. بنى كنيسة جوا كنيسة الجلد ترمز للمرحلة الأولى. جوا في عنا ثلاث أحداث ربطت بالإنجيل بمتى 26، اللي هناك إطلاق صراح برباس، بلاطس البنطي غسل إيديه، والحكم على السيد المسيح بالصلب. عشان كده عنا بكل مرحلة في عنا شابل أو كنيسة ترمز لحدث من الأحداث الموجودين بال14 مرحلة. المرحلة الأولى اللي هي الحكم على السيد المسيح بالموت، المرحلة الثانية حمل السيد المسيح للصليب. من هنا بيحملوا الصليب وبتجهوا فيه لحديث ما يوصلوا للمرحلة التاسعة بجمعة العظيمة. وباقي المجموعات اللي بدها تعمل كده برضه بتعمل لحد دلوقتي، بيحملوا الصليب المرحلة الثانية، بيصلوا ضرب الصليب، ضرب ألام السيد المسيح لحديث ما نوصل للمرحلة التاسعة، وهناك بتركوا الصليب. Oh.
تم القبض على السيد المسيح ونام الليلة الأولى ببيت قيافة، ولما جابوه يوم الصبح تاني يوم الجمعة الصبح، لما جابوه الجمعة الصبح جابوه على السجن وضعوه لفترة زمنية معينة، بعدين أخذوه على المحاكمة بالمرحلة الأولى. ده السجن اللي وضع فيه السيد المسيح هنا تحت إيد الروم الأرثوذكس. الأخرام كان في رجال السيد المسيح هنا زي ما شافها في الصورة، هنا مقاعدين هنا على الحجر دي ومنزلين رجلينه تحت ومربطينها جزء جزء. تمتد الوادي ده بيقولوا له وادي تيريفيون فالي او وادي تشيز ميكر، لحد دلوقتي بنسميه منطقه الوادي. بيؤدي الى الجنوب لعند حائط البراق او عند حائط مكه. حلو، ده الطريق اللي بتقطع القدس من الشمال للجنوب. عندنا مذبحات شو بنيف صوتي ريا إف أوه.
وين طبعا يد السيد المسيح. المرحلة السادسة وين فيرونيكا مسحت وجه السيد المسيح. وجه السيد المسيح انطبع على المنديل بتاعها. وفيرونيكا الاسم عبارة عن اسم من شقين، فيرو ايكون، فيرو باللاتين الحقيقة، ايكون الصورة، الصورة الحقيقية، هذا بيعني فيرونيكا. انتجه من المرحلة السادسة والمرحلة السابعة على اعلى السلالة. تفضل. يا أبانا الذي في السماء. المرحلة السابعة وقوع السيد المسيح للمرة الثانية. هتكون عندنا على اليمين ونرجع على نفس المكان، يعني في عندنا كم من سلمة نروح المرحلة الثامنة ونرجع هنا عشان نتجه على المرحلة التاسعة. شكل البلد بالفترة هذه كانت نطلع من السابعة برا القدس على الثامنة ونكمل على الجلجلة، بس عندنا المرحلة الثامنة في مبنى جاهز فما راح نقدر نتجاوز المبنى، لازم نرجع برجوع. شايفين المجموعة دي كيف عودت رجعت؟ هاي محل الراجل ده رجعت وراحت دغري على اليمين. فاحنا مجرد ما كنا قبل 2000 سنه بالمرحله دي السابعه احنا بنخرج دلوقتي لبرا الصوص. ذكرتوا على الشكل او المجسم اللي فرجيتكم اياه كيف احنا بنطلع برا السور لما نوصل المرحله السابعه، وده بنقول له بالفتره هذه الخروج من القدس من برا باب الحكم او الطريق الى الجلجله.
هنصعد على المرحلة الثانية ونرجع لنفس المكان كده. يعني اللي مش قادر يصعد السلالم بيقدر يستنى هنا دول كم سلمة ونرجع هنا طوالي عشان نكمل باتجاه المرحلة التاسعة. اوكي؟ المرحلة الثامنة، المرحلة الثامنة على وقت السيد المسيح دي برا السور، برا سور القدس، بس دلوقتي جوا السور نظرا لاختلاف الأزمنة ونظرا للحروبات والدمارات اللي صارت، ولا بينا انه السور الجديد انبنى بال 1538 اللي ما له علاقة بالسور القديم. المرحلة الثامنة وين المسيح قابل بنات اورشليم وقال لهم لا تبكوا علي، تبكوا على انفسكم وعلى اولادكم. نطلع على الارض بنشوف الاوس بدلنا انه من هون لازم نروح على المرحله التاسعه، بس بما انه عندنا المبنى ده موجود قبالنا، دي المرحله على فكره الوحيده اللي ما فيش فيها هيكل او فيش فيها محل نقدر زي باقي المراحل ما فيش فيها تشابل. اوكي، هلا من هون راح نرجع برجوع على تحت على السلالم وناخذ على اليمين عشان نروح عند المرحله التاسعه. كلمه نايت اتس ا جريك وورد ات كيم فروم واتس ذا مينينج فيكتوري نيكا. You could see it here. Here the word which come from. نيكا. فيكتور. انتصار. انتصار السيد المسيح. من المرحلة الثانية بتركوه هنا بالمرحلة التاسعة. التاسعة. هذه اللي ليش بتركوه بالمرحلة التاسعة؟ لأنه المرحلة التاسعة وقوع السيد المسيح للمرة الثالثة تحت الصليب. أو للمرة الثالثة بلاش تحت الصليب لأنه ما كانش شايله بعد المرحلة الخامسة. ليه في عنا ثلاث مرات وقوع السيد المسيح؟ اب وابن وروح القدس اللي هي الثالثه والسابعه والتاسعه. طبعا الانجيل ما بيقول لنا انه المراحل الثلاث مرات وقع، في كثير حاجات ما بيقولها الانجيل، عشان كده تقليديا بس الكاثوليكيين بالصليبيين هن اللي عملوا ال 14 مرحله. احنا حندخل جوه عشان بس لتوضيح قبل ما نوصل للمرحله العاشره، بس اوضح لكم حاجه. هون عندنا البطرقيه القبطيه اللي بنى، وعندنا بير الملكة هيلاني اللي بنته لما بنت الكنيسة عشان يقدر يخدموا الحجاج أو الرهبان يقدر يخدموا الكنيسة. ما راح نزوره دلوقتي. أوكي؟ إحنا حنعمل مراحل، نكمل بير الكنيسة، نزور القبر، نعمل جولة حوالين الكنيسة القديمة، نزور القبر، وبوشنا على طول في المكتبة. لك القوة والمجد والبركة الموجود بالصندوق ده المرحلة 13. ماكلة خنجر في قلبها لأنه شافت ابنها مات لما نزلوها من الصليب. طبعا المرحلة 14 الصلب القبر نفسه.